المقتدر سبحانه يعفو ويغفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أعظم الناس خلقًا وأكثرهم عفوًا، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله ربكم والعفو عن غيركم، فإنه أقوم لحياتكم وأبقى لسعادتكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى. أيها المؤمنون، لقد حثنا ديننا الحنيف على توثيق عرى المودة وتوطيد أسباب الألفة، فالعلاقات الطيبة بين الناس هي معدن طبيعتهم وأساس معاشهم ودليل تآلفهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مألفة، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وإن مما يزيد العلاقات قوة وترابطا لقاء الآخرين بالابتسامة والبشاشة، ومقابلتهم بأطيب الكلم والعبارة، فالكلمة الطيبة مفتاح القلوب. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ليحزن الذين آمنوا فيوغر صدورهم بالشحناء وقلوبهم بالبغضاء. يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فالعاقل لا يفتح للشيطان أبوابا ولا يبقي لسوء الظن أسبابا. وإن الابتعاد عن بيئة الخصام والإساءات مما يحافظ على طيب العلاقات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله يستعيذ بالله تعالى من أن يسيء إلى أحد أو يسيء إليه أحد، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وإن مما يزيد العلاقة ودا ترك المرء الجدال وإن كان محقا، والابتعاد عن الافتراضات الوهمية ومجالسة أهل الخصام. فإن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، ومن إذا خاصم فجر. عباد الله، ما بال أناس يتخاصمون لأهون الأمور، تمر بهم السنوات تلو السنوات فلا يسلم هذا على ذاك. ألم يسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال؟ فيا من قاطعت الآخرين بالخصام، بادرهم بالسلام
ألم تسمع قول الملك العلام؟ فاصفح عنهم وقل سلام. فالنفوس الكبيرة وحدها تعرف كيف تحتوي غيرها، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. يقول الشيخ زايد طيب الله فراه: التسامح واجب، التسامح واجب، إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح فكيف لا نسامح؟ فيا عباد الله، إذا ساءكم تصرف من غيركم ففي العفو سعة لكم، ففي العفو سعة لكم، فلولاه ما استقامت لنا حياة ولتحولت إلى سلسلة لا تنتهي من الإساءات. يقول الفضيل رحمه الله: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل: يا أخي اعف عنه، يا أخي اعف عنه، فإن صاحب العفو ينام الليل هانئا وغيره مهموم في خصامه، لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت قلبي من هم العداوات. فاللهم يا عفو يا كريم، اجعلنا ممن عفوت عن غيره.